بعد موتهما. باب بر الوالدين، هذا باب بر الوالدين لمدي والدا باريو شين بابه بعد موتهما، موت الوالدين لمدي والد مركن بدان بعد شلون باريو ين بابه. قال المؤلف رحمه الله وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال اخبرني اسيد بن علي بن عبيد عن ابيه اسيد او شيء على بن عبيد انه ان الاب اوكس عليه انه ان علي سمع ديغي ابا اسيد ابا اسيد يكو ديغي يحدث ابو اسيد هال شيكو يا القوم قوم كن شيكو يو. قال ابو اسيد ميكو قولي كنا انهاني عند النبي نبقد سرهقني صلى الله عليه وسلم، فقال رجلكم مير يا رسول الله الهي رسول كيسيو هل بقي باك هذا من بر ابوي اذي او كيم باريوشو شيء شيء باك هذا بعد موتهما، موت الابوين اذي او كيم مركين مدن بعدشه ولا ننك باري او جرانا او ابرو ان باري او هما والدين كيم باري او مركين مدن بعدشه. قال النبي او ميكو قولي نعم ها بارنم باك هاتيو خصال أربع أفرخص لي باق هذا بل ولي كبادة تلك يا بي لكن أفر هذا قوبد لها قوبد الدعاء لهما آذي آو كيني لن دعاي واي ملكي ودي مدين بعدشو إله دمشو لن دعاي والاستغفار لهما للوالدين والدين كي دافتين لن دلبو إله دمشو داف ليرواي وإن قادوا أهدهما بلنكو ذا لفلي واي وإكرام وإكرام صديقهما أذي أو كوداشو الكرام يواي وصلة الرحم قرام الهرير يواي التي رحمت صلى رحمة لك أذ الرحم كينهان إلا من قبلهما لما ذات جهد يوماهن انتا سيمانا انتا سبارنا ما يباك هاتيو مين رأي فصلك ترجمتك بالله سندك أبو نعيم فضل بن الدكين يلنكسه فضل بن دكين قال ميكو قولي حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل غسيل كسوي جده الثاني وابو شي لما هذا عبد الرحمن ابن الغسيل هذا ما يلم لا يعني غسيل كبو نكشي ايه مأساس جده الثاني وابو شي لما عبد الرحمن كابتر شي ميل راي عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله ابن الحنذرية يلنكسه كل ابن الحنذرية سغسيل الملائكة اه وبوغس عبد الرحمن او شي سليمان نغدي وبو شي كوات عبد الله هيو وبو شي لما ابن الحنذرية حنذرية سغسيل الملائكة لريو ولا غسيل الملائكة لنغر نمي بوا وصو جنابك جرتون قبو يسنية جهاد بهي اس جهاد کی ہے کدم دی سو جناب کجرت یلی شہید ویلی مرکا سمیل ارگئی ہم میدیال کی و مسلمین تی لنم آئی لطی او سو میل تاگی ہو فور سارنیا وان بیو شی تسلایان یل ارگی مرکا سلان کنگای دگیو رسول مرکا سمیل ملائیگا دگ دیاری مانا جنابی کجرتی جهاد ہم بہی سو مرکا سو رسول سے بہی یہ بہی اچلا صبح تکو دی مرکی سلا صبح تکو دی بعد دیشہ ادن مرکو نگدی سيديا جنابك قال هور لين اغل غادي باهي لي ريت سيديا كي شهيد سو جنابك جرت مركاسه ملائك دغ ديريت حقوق ها ون حد دل رفضي كو فول جنابك جرت شهيد نغد جناب ما انا انت كو فن اولي لي بي سوب دمدو حقوق كا سوي تكاليف تي دغو كي ولا اصلا كو رغد هو بول دغ لير ما انا سدي شهيد هاي نال توك لي دغ ما انا ما تي جناب دي نغون هلا نكوي مالان دغوي مالا راو انت سنول لي جناب دا تكليف هاي تي وابو سلمي دي والملان هاي سيدي يوسا ستن القاب هدن ملائك دي دليلين فضيلو بيينو كل كن غسيلو الملائكة لنغري عبد الرحمن كو نبقى اه سيدي اسمي لري لعيف وايس عبد الرحمن كو لعيف واي عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن الحنذرية ابن الحنذلتي كل كن يعني لنكو سيجاه عبد الرحمن كو لعيف واي حديث سنة كو لعيف نغد لنكا سلي بن شانه قال ميكو قولي عبد الرحمن أخبرنا أسيد بن علي
أسيد سون الصدوق على كتل مامه أسيد بن علي بن أبي بن أبيد عن أبي أو شيء علي كوري أنه أن علي يسمع على ديجي أبا أسيد أبا أسيد يديجي أبو أسيد مقايش ميل رأي أبو أسيد كني وأبا أسيد مالك ابن ربيعة تالره مالك بن ربيعة يا مقايش لنكسي ميكلة أو مشهور كيا آخر من مات من البدريين على الشيخ أهل بيعة أهل بدرين ميل الشيخ سدح بغل إتمي دور أو كلاها أصاب تدد كم فضل بدن أهل بدر أهل بيعة رضوان يلره كلكم أهل بدر كاسديدي بغل إتمي دور كاين oo fadilada la badanaayno saasaayeen saabta dadkan fal badan haayeen dhimashadkii ku dambooyay abuu useyd haayarilay yu hadithu hal sheekoyow samii abaa useyd inga dheegi yu hadithu hal abuu useyd sheekoyow alqowma qoomin sheekoyow qala abuu useyd meeray kunaa unaan inda nabiye nabaga roodi sa roogni sallallahu alayhi wasallam faqala rajulun rajul ko meeray ya rasuulallah ilaahi rasuulkiisi yow هل بقي باق هذه من بري أبوي آذي أو كين باريوشو شيء شيء باق هذه بعد موت ما موت الأبوين آذي أو كين مركين مدن بعد شيء بارنا ما نباري وجرته يو نولين والبس ياي والبانقو بلاي يو باي يو غايني أرغاين حتى مركين مدن بعد شيء بارنا ما نباري وجرته وانين إلهي رديد اسكهلاو عبادة جرته مانا مه ويرد كتن مدن ها والدوغي ها بس جلد يلي مه oo baarnaami kala jirtay ilaa rasuulka adeeyay sallallahu alayhi wasallam ma yaani hoobde madan iyo meel qoboday ma walay lan qobada lahay wala ay jar wal badan jar waako min baad baad mauti ma abru ana bariya huma abawaya an kabariya oo shay jarow qala nabi maray naamha khisalun arba'un wa khisalu arba'in afar khas li baaq hadan bal wili akthar yal ku yaab ini wal ku badan baaq hadan ya jaran هذا خصلة فردن لنشاق ما بدين والبدن تنور ايتمي بوا الدعاء لهم هذا يا وكر لماذا ما إني هذا الدعاء تو لماذا أنا هابس وأستر من إني هذا ارتوك وشو مكرت ما الدعاء تو تنكل ما يبوا والاستغفار لهم على الأبوين هذه أو كلا فتين إلى هيل ويديوا إلى ودمش ولا فهذا يا وكي ويرد يال شيء اللهم ارحمهما كما رب يعني صغيرا لرا الدعاء ولي بعد الصلوات الدعاء يا فلله وإن فاذوا أهدي ما بلنكو هذا لفلي واي در دارمين هون دي مضاب صدا الوالي بايرتن هالكو والقو بي أولادي انتكو كور صدا سالكو ورقا بي تعليم تيو كل إسين سين كدافي كذا واي ما ميني كجرن لنغرن بلنشو لوفي لفلي بلنكيشو وإن فاذوا أهدي ما بلنشو لفلي وإكرام صديقهما آذي آوكي وداشو لكرامي هذا لنغهري رياسي aw kala nga hariiriyay la karaamay dadkii u hay nan gooyn intii aw shoo dhimadii bidii hormaseena la garn la karaamay wasilatu rahimi unariki kana la kariir sadaanay usub ho dhimadii tiyeeda ay timugdi hanoonaga tilan garn ilbaab kala nooga taarid la garn la hariiri maana wadaasho wasilatu rahimi qaraab la hariiri allati rahimta so la rahim allaka ad rahimkin kahan إلا من قبلهما آذي أو كجهديهما آذي دادقون الهرير تيجران أو كدادقون الهرير يجران وآذين حتى الرحيم كين كهين يوغين هرير دول كوفدهو آهي يعني ساسو مثلا انتا سوية باق هذين الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كان ضعيف واي إلا دانا ميبوا عبد الرحمن كاسم الغسيل وبو شي غسيل هي ضعيف نمدن شاني garaabada mayba ku kooyase meel badan ku kooyas garaabada al garaabatu min jihati rila rala'i ku kooyas min jihati rala'i garaabada ku kooyasa jart wa min jihati walai garaabada ku kooyasa jart wa min jihati sahriya sadnama garaabada ku kooyasa jart kolkuma may leeyahay garaabadii aw ka ka abtirsada oo mis aw ka garaabadiisa mis aada garaabadii ee waa garaabada kingayn kolkum markii leey allati la rahima laka garaaba hariirid oo ad rahimkiin ka hayn markii leey illa min qibalihima may ku kooy kortay ma salaam garaabadaas min jeeti rallaa ay ku kooy kort ad malku nuujine aw kale ilaah nuuji aad ale ilaah nuuji laakiin habay leku nuujine horta aw kamal nuujine aad ma nuujine lan dadyo in garaabada leey hariido la fade ad garaaba mukiile laakiin aad ay aw ka garaab lahay walaa iyo aw ka wadon haa ad haduu raayta laakiin aw ka wadon haa ilaahuroy aad aad doomay hayti walaa huroy
dadki awrooyeen walaalida soo garaabo kaleeyin hawka yaani may kaleeyin wilaay kaleeyin aada wilaay kaleeyin ma min jeeti sahriya wa ha aada ye lan kale ajnabe haqab jirti yaani lanka soo aada haqab jiri mis hawka bilaamay to haqab jiray dadko sadu lahayd inigaas sheel garaabo makiile laakiin hawka inigaas kula hariireen gibraha siyan yaani ulada ku dhali inigaas sariiriyo la koofade aada naftiya walan kale guurtaada aawka ba maay lan kale qaba jirtay lankaas oo hariiriyo la koofade intaas oo dhagmaana qaraabadii kumideen oo lan baahniyo yaani saaswa kullu shay'in la hariiri ya yaani waa kale lan baahni markaas hadii Abdullahi fuway ahay laif al katalmaami sanad shay قال المؤلف رحمه الله وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره قال ابو هريره ما يقول ترفع للميت ميدا لنكر ويله درجته درجه الميت لنكر ويله بعد موت موت الميت فيقول ما يقول يا ربي يا ربي ربي اي شيء شيء ما هذه الدرجه درجه ان موغا ان الدنيا كسبنا انت ان كويتي فيقال ما يلري ولدك انوغيكا وا استغفر لك دافتين كين ويدي انت دمتيب مالنك سلاو او كيدميشي دافك لاي درجن ساسك هلي للي درجن ساسك ديرتي وا حديث كان حسن واي درجديس هي واي حدثنا ميري احمد بن يونس احمد يونس كو ابو شيو احمد بن عبد الله بن يونس وا احمد بن عبد الله بن يونس لان متقين او يعني ثقه واخياره متقين او والسغاي قال ميري حدثنا ابو بكر ابو بكر كاس ميل شيغي كنيته اسمه انيته ما كلمه له كنيته او ابو بكر كني لان كساي مغاشين ابو بكر لي وليري لان سون ثقه اخيار اليو انا عاصم عاصم بن بهدله يلنك سي عاصم بن بهدلة ولا غير ميلك تلما ماي سيء الحفظ حفظي شي هنوم مفيلها اني لري لكن سيدسك الماي بوا ها غاريين تبك جرى ها تو معلم بك جرى عاصم عاصم يعني واكي مثلا با هي في حديثه عاصم كاسي معناه عاصم بن بهدلة غاري وا قران كغلا ده ايضا كفيل لري لكن حفظي شي ولا غير هما ايمانه هنوم حافظ ما هين عن ابي صالح ابي صالح ذكوان واي عن ابي هريره لي بدنا والكوري حدن ميل ليا حديب او والكوري او لنكن لي ابو بكر كاس في حديثه اضراب يلك شيغه حديثه اضراب يك جر ابو بكر كاس هاي ابو بكر ما يراني ها عاصم لي دب عاصم كواي عاصم كاس في حديثه اضراب لي عن ابي صالح عن ابي هريره قال ابو هريره ماكو قولي ترفع للميت ميدا لنكر ويله بعد موت موت الميت ميد مشيرس بعد ايش لنكر ويله درجته درجه الميت لنكر ويله ميد كي درجه ياك لنكر ويله اخر سو درجه دهر يلا سيه مركاسا لم ولا كسب دي كساي ول سيه فيقول الميت ميد كي مري اي ربي يا ربي ربي يا وي شيء شيء ما هذه الدرجه درجه انت انت انكو كويتيرو فيقال ما لن اري له رجلك ولدك انوكيكا واستغفر هو ولدك دافتين دلبي لك اد لها انت دافتين كين دلبي صلى الله عليه حتى سندكم في رب ما لري عن ابي هريره قال ابو هريره ترفع للميت ميذا لنكر ويله درجي لنكر ويله تاس لان شخص اهو نبن هاين ما كاد لكر ورت قال الرسول الله ما رغاي قال ابو هريره لا موقوفا نغدي هو ابي هريره له هذا الكلام قادي موقوف لكن هذا لا مجال في الراي له هذا الكلام او كلمه والراي لكو غادو كرمه صدراديه حديث ان صد او كلمه ما يلري لو حكم المرفوع لو حكم الرفع حكم المرفوع مرفوع وين شيء قال معناه والرسول كهذا اللي ميداي مقوف بنو ادم كهذا لو كره لان رسول اي وحياك دغو لا يرنتن قيامه كشيكو يكر lankaas ya ya muadil deer derji lan kor weele ma laha helan aadi ah wal isyaad koogaado korme masalad mowquf lankan iblo ka hadlay abi hureyri ka hadlay ama umar ka hadlay anas ka hadlay laa kor mowquf nagado kor
ولي ما يبوا رأي كذي بدو كرتوا هذا نفط قياس قادو كرتوا إجتهاد كرتوا لكن مسألة أو درج كرويلا أو هو بكويت تاسول قياسي لكو قادو إجتهاد لكو قادو مه كل قصة درتي ما يلا رأي له ما هو غوفن ده هرت كوت حديث كم هو غوف واي له حكم المرفوع دهريت مرفوع هو شيء ده صحتا وان درج دسنا حسن واي صحيح مدرس ولك يجر عبد عاصم كاسك جرى حسن واي حدثنا موسى قال حدثنا هي يعني ساسو مثلا او كلكم يعني هي وحي على بدن يا ويلدك وسايد سلفليا او كلكم اذا هي يعني واكي مثلا والبدن هي يكم اذا لنك بار هي ومركز نمد بعد شيء سنه كي هودي عديد كي هودي قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن ابي مضيع عن غالب قال غالب ميكو قولي هيا لما قال ميلن تنك قدرن عن غالب قال غالب ميكو قولي قال محمد بن سيرين ميكو قولي كنا انهاني عند ابي هريرة ابي هريرة قدس روغني ليلة تنهمين كو فقال ابو هريرة ميكو قولي اللهم اغفر الله داف لي ابي هريرة تن داف ولي امي آذين داف ولي مغن داف استغفر داف ذين ظلم لهما لأبي هريرة ولأمه دافتين ظلمون إله الدمشي دافو قال محمد محمد ميكو قولي فنحنون نستغفر لهما كي ندخل في دعوة أبي هريرة ونحنون نستغفر دافتين ظلمان إلهما لأبي هريرة ولأمه دافتين ويديان حتى ندخل كي ندخل سنغلنا في دعوة أبي هريرة أبي هريرة دعا دي سنغل ولمن استغفر لهما ميرلوس لكن لما دافتين دالبان إلى دمشي داف دمشي داف تسيد دعاء سينغالنا ونون دافتين على مدي أنوي ديانو فيت هاي سلي حديث كنا صحيح واي موسى موسى سمر قال حدثنا سلام بن أبي مضيع لكن لراو ثقة واي هرتقف أخيار ثقة هو هي يعني ساسو ما يلي شيء كثير الحج هاي هنون حج بدن آيلري سند كستب مكباك داني حج كان بحجري حلق هاز دوتك حج كون فضو داي ودامي ميلون دولاكو بحايان كل كون حج ايدن بدناي ما تا في دريق مكة لره ما هولي بسو حج انجيد اما كو كوي يد دريق مكة جت مكة مراو يك غير يهودي لره عن غالب غالب يعني واكي غالب القطان يلن كسه غالب القطان ثقة واي قال غالب ميك قولي قال محمد بن سيرين محمد بن سيرين ما يقولي هي كنا هاني محمد بن سيرين لنثقه هو عابده هو فقيه هو لك كلسون إمام وين هو ولي بدن ما يدن كدير أي فنذن تعبير الرؤيا هلمذ فسرات دي هلمذن أرقي لي مركو إراس بس اسمارك كيم فسره تعبير الرؤيا نيدن كدير أي محمد بن سيرين هو تدقن سيرين لأراو أولاد بدن قدر إلى ليك أوف إيه أفر ميقل إيه إلا ما بلاعن إيه كل شو عالمين إيه يدلي وابوال ترياي مركي من قبك درجي دي شرفت لكو شيكو يو لن أفر قف آهي ليك أوف دلي أو إسرد لدن كل شو نا عالمين إيه بل إيه مانا تاست ميك ناك تاي سيرين كسوي يه يعني واكي مثلا با آهي سيرين كس مي هروي تاي هاي هاي أنس سيرين أنس سيرين ما يهروي أنس هروي أنس بن مالك ودون شيء هذا جري خادم النبي يهروي كلكم ما يبواها أنس بن سيرين بدين كلكم أفركور أفر ميقول ميقلهان أنس بن سيرين أحمد بن سيرين معبد بن سيرين محمد بن سيرين أفر تاس ميقلو محمد بن سيرين أنس بن سيرين أحمد بن سيرين معبد بن سيرين لمن بلاغ الشيخ معنا ويون علم هاين كريمة إيو صفية لما داس كريمة إصفية لما بلاغ مديون كريمة بنت سيرين صفية بنت سيرين ساسا هاين وهي كلكم سيرين كاس ده وهي سيرين كاس مايبوا اعتقها ابو اعتياني هذه انه ميل راي صفية يل راي صفية اسمي هروي ابو بكر هروي سيرين كن انا ساو دون هاي يسي هروي
كلكم أفترس أنك يا سكول الله يلتاس أنك أو كلش عالمين أيه يعني محمد بن سيرين لدلدين أو شيء سيرين دلي كنا هاني أريان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة قد سرقني ليلة في ليلة همينكو فقال محمد بن سيرين فقال أبو هريرة مر الله مغفر الله داف لي أبي هريرة تنداف باب بر الوالدين بعد موتهما أبي هريرة الله داف ولي أمي رمانا لي أبي هريرة مانا لنفسي هذا فدي وسيكي بعض الله إيه لكن تجرد ذا سمي ولو سنهاين لنكال هذا الله أوكال اسكواري وفكوسو هذا الله هدي لنكال اسكدك اللي أن هدي أدرتو اللهم اغفر لي لفلان إن أدرت فلان كن أدلي أت ما يبوا لن تجرد لنكال اسكدك هايت هذا هاينين كجرن لنكال هذا الله أوكال اسكد تجرد ذا لره كاللهم اغفر لي نفسي ولي أمي سه هذا الله إيتي ركاسة مالي لغفر لاف لي أبي هريرة لنكن أبي هريرة لاه لافه ولنفسي أن إيو نيو لنكن ولا وير شرين أن تا ولا وسبينة مانا لهم يغفر لنفسي أن نفتي إن لاف دل أرفدي إلي أبي هريرة أبي هريرة لاف لنكاس أبي هريرة لاف تاسا ولا وتوالدو أكي جرت مانا لهم يغفر لي أبي هريرة إله لاف ولي أمي آدين لاف ولي مان لاف استغفره ومان لاف دين دلبو لهم لي أبي هريرة ولي أمي هيري أبي هريرة آدس لنك إله دمشو لاف إرون إله أسون لاف لدمشي قال محمد بن سيرين او تلميذ سيها ايريد ميري فنحن نون نستغفر الله ما لي ابي هريره ولي امه ابي هريره اديس ادافتين الى ان وي ديانا حتى ندخل كين ندخل نحن ونون سينغلنا في دعوه ابي هريره ريت ابي هريره دو اديس انغلنا سي حديثنا صحيح واي قال الساس كركم ويلد كمركز دو ايتو لفده قال حدثنا ابو الربيع ثقه واي لنكاس لن اخياره ومغايشين سليمان العتكي يلنكسه سليمان العتكي قال ميكو قول ابو الربيع حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا اخبرنا الاعلى على بن عبد الرحمن نبيه او شيخ عبد الرحمن على قاسي مختلف فيه واي ان ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول ميكو قول اذا مات العبد اذا ادون هد لمدو ان قضى ميكو هي عنه عن العبد ادون كشي ميكو هي عمله عمل العبد ادون كس عمل شيء هي هو مربد متور هو كفارغو عباده من لو معنا فرتون ما دغا جاي تو عباده كو عملك غهو ما هذا لا لا يتمل فعل سو بي هاي تمل عملك ميلك لماضي الا من ثلاث صدق عمل شون غان يود مدن وان دريرو ما صدقه صدقه ما صدقه سو جاريه دريرس صدقه دريرس ديبتي مركاسوي يعني فيلته مركاس صدقه دي جاري دي مساجد دستي guri wa dhula waqafti madrasi dhiibti aela godi biyoosh la dhamaahay keda tilali miraashay hoos ee hirgalahay guri dhisti walas kunahay antib sadaga jariya kingata saayid ka santib la kutukudaw oo misaayid ka aswal ka darsatay adin wal ka darsatay la kutukudahay ajala kin dareerow ol ilmin ilma ma ilmaga soo yuntafa'u bihi bil ilmi ilmag la kin tifaaw oo mana ilmi dad barti علمي يسغهاي اد ددبرتي يعني يا كلكم مثلا بعلمي يسغهاي يا لك انتفاعه قران ددبرتي لانك ادبرتي قران كي فاتحه دي ادبرتي كتكدهاي جاي همين قران كي اخريديا برده يد مالن كاست اخريها يا جلك يندرره علمي ددبرتي علمي يسغهاي لانك يسغهاي كعمل فلاي اسوبك عمل فلاي هدن سي غدبيها يا سي علمي سي غدبيهاي اجلك يندرره كتابه سنفتي ولا ajara kin darere ilmigi dad bartiya lankiyada bartii mugo hadii wal kala akhriina dhon hata usuba ka amal falaha islaadiska tukudaaye ka soomaa ee ka hajiya ee zakada kulli yak ibaadaa islaay ajara kin darere salaada ka tukudaaye salaad bu tukudaa ilmigi ka tukudaaye salaan tukudaa ruku haan dumaaniin walaagay shal bartii ajara kin darere oo waladin walad waay waladka soo saalihin soobon yadcul waladu duaayo lahu li waalidin duaayo ونقول فيله هلو خيره واكين للذي مركز إلهي كين دو آيه مكهل ماغنا يعني إله دنبي شيء داف يكي لي مثلا انتاسوي كل شيء ميبوا عمل او باقه هذا يان او انقهانه لكن انتاس الدين جرن ماها عمل كهل لي علمك نميل فذي علم او يعني واكي مثلا با اسيقي با عامل اه بعلمه علمك ادبرتيك عمل فلاي مسم اي ميبوا اها او علم الناس او اما اسغيبا المجد تسي براهي
المغن ميل فداي المو او وناغسن يلم باهن يلم الشرعي اه اما المصحر او كليو هي صد كالكوهاني كتاب قابلو نمئيو علم الضرورة أوكل علم أدب ليش أنا وسحر أوكل يو هي يعني ساس أوكل أنا اسم الفضل لي علم الشرعي يعني كتاب الله لبرضه سنة الرسول لبرضه في كذي لبرضه علم عسا يدد برتي ولكن انتفاع أجرك يندر روا إلا من ثلاث إذا ما تلعبد قضاء علي أنه عن العبد ما يقوى يعمل وقوى إلا من ثلاث سدى عمل شنقوان ما كبدل صدقة تنقوان ما صدقة سو جارية تندر رسو علم ما المغا سو ينتفع به بالعلم لكن انتفع او ولد ما ولد كاسو صالح صوب يدعو الولد الدعاء له لوالده لو للوالد دعاء يوما حديث كان صحيح ساسو كلمه ميل مذاها كغرس النخل تمرات اللالي والاماء مراش كبناء للمسافر ربات يلا رجل من مرتيات او كالهلي هور دوت كيور من مرتيات السماي جتن وينا من تيادو كغاب لكن يسالن كي مسافر اسكو بري غلا اسكو غلا ادنو سو تابي كو كلا ادنو كو اسكو بري غلا اسكو غلا سا سوكل عبادو غريال سا سل دسجري اما دارست يونيو يعني غريا مساجد دوسيال كي يونيو كل اللي دس اجنتي بيو دسين دولكو واغفتي دوسيال كو ولا ارتي مدارس كو ولا ارتي مساجد كو ولا ارتي انت ابن الكاس بيالا اجل شكين درر لي وقف كاسي كل كنت سو يعمل شون غانو معلو شاهد كدون فضاه إن مي بر الوالدين بعد موت إمامها أو ولدين صالح يدعو له ولدك كده مليان دعاء تمالن مركزته هو مركب الدوقي بس ما ينك جرم إيه ما ألن كساسو سنتا إلى ودمش الله فلته فايد وين بحر نمو مانا وسنا دوتي فايد كهلا أوكا ما يوالد درجة لن دل أيق يا مو بل درجة أنت إنك كويت ينوجا كين دعاء تن لليو ما كسب هذا يواكي درجة زيادة مر بعض دعاء حدثنا يسرة بن صفوان بصاهي يعني قال ميكو قولي حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا رجل يقال رجل ميرا يا رسول الله إلهي رسول كيسيو إن أمي آذي توفي الله أفسدي ولم توصي مدر دارن فينفعها آذي أنفعي أنا تصدق إني أنا صدق عنها عن أمي آذي شك صدق أنفعي قال النبي نو ميكو قولي نعمها أنفعي حديثنا صحيح هو درجي اسمين هذا صحيح حدثنا بصرة بن صفوان يعني لنك يسرة بن صفوان لنك اسمين لليا ثقة يولي بأهل الفضل يعني دطور لن أمي بهاي أهل الفضل دطور فضل لي يكم إذا إيمانا قال ميكو قولي حدثنا محمد بن مسلم هي ساسوكله محمد بن مسلم مختلف فيه ولا غير ولا اسك خلاف سني لنكاس محمد بن مسلم للي عن عمرو هي عمر بن دينار عمر بن دينار عن إكرامته هي عن ابن عباس إكرام ميلن كسيم ولا ابن عباس واي لن ثقه هو ثبتون هو عن ابن عباس إن أن رجل يقال رجل ميرا يا رسول الله إلهي رسول كيسيو إن أمي رجل كاسد رجل للي رواية كلا عدية سعد بن عبادة سيد الخزرج ملاقي آدس يسفر جري هرتي سادس دمتي سيدخسين دمتي مركي كوي آداء دمتي لاري يوار صلاح آداء ما انديبو كرمين ولا كوري لي ولا دير يحدين ولا صدقين ميرا إن أمي آداء توفي الله أفسدي ولم توصي هي أمدي مدر دارنا هذا نميل الشيخي عمرتو بنت مسعود إني لراي عمرتو بنت مسعود سعد بن عبادة آديس إن أمي آذي توفي الله أفسدي ولم توصي مدر دارن أفا ينفع وفعي ها أمي آذي ينفعي أنا تصدق إني أنا صدق عنها أن أمي آذي هشيكو صدق ينفعي آذي صدق تصدق لي لري نو هبلو إي ملعر نمانا بيلن صدق إيه هنگريلن صدق إيه هلبلن صدق إيه درلن صدق إيه كتاب الله صدق إيس أيو صدقة هذا جواب تميلي لري قال النبي مري نعم ها بس أيو صدقة كلكم والبس صدقة لك ما قاوه أنفع عين ولدك ولن صدقة يكور ديرين أنفع الرسول صلى الله عليه وسلم حديثنا صحيح كلكم آدي لمتي أو كدمتي ولن صدقة يس ولدك ولن صدقة يس معلمك شيخة ولن صدقة يس كل ديرين للإيمان باب بر من غف بارنمي دي سيان بابي
كان يصل أبيه آهي كان هذا يصل كهرير يو باب بر من قف باريوشي كان هو من هذا يصل أبوه أو شيء من كهرير هذا لانك أو كهرير ياي إني أدين هرير ذو يعني بارهن مدد يم بابه باب في الأحاديث باب في الأحاديث أحاديث يم بابه أحاديث تأصو الواردة أرورتي في بر من قف بارهن مدس أرورتي كان هذا يسيل هريريه من كبابوه أو شريريه أو كلن هريريه لن هذه إني أظن بارهذو وله أروري يم بابه قال المؤلف رحمه الله باب في الأحاديث يم بابه أحاديث تأصو الواردة أرورتي في بر من قف امباريو شيء أرورتي كان هذا يصل أبوه أبو من كأو شيء من كريدياي أو كلا كريدياي أدين سي هريدي بارنا ملاس أو كذا أمباري ديال ميدتو أو كلا كريدياي هريدياي أو كبارنا تللي قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه أن ابن عمر يقال ابن عمر ميكو قولي ما أنه أن ابن عمر يه قال ميكو قولي مر أعرابي عن ابن عمر أنه أن ابن عمر يقال ابن عمر ميكو قولي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نب أنه أن عبد الله بن دينار يقال هو عبد الله بن دينار ميكو قولي عبد الله قوار بحياه مر أعرابي لنكر هرباد ديها مري هاي وهو في سفر وهو عبد الله بن عمر نهال في سفر سفر كسوغني فكان ابو الاعرابي ريربادي او شيا صديقا وداي لهذه لعمر رضي الله تعالى عنه عمر يرى وداي لهاي عبد الله بن عمر او شيء فقال الاعرابي اعرابي ميري الست اضمها ان ابن فلان عمر اريشي مي ديو كيرربادي اساس ده عمر اريشي مي ديو ما يبوا باتيد دتك ايدا نسبكي دتكن كسان لانكو مركولاي سدان فيريا او دادو غليغا هو بادين سنه حد سايتو لانكي اكو كساي هو بادين سايت الانكي بلو اي تالاي لكرم انا يونا كوكو بدا مثلا الانكي بل ميديا يلكلي هو نصيب له سولان كان لكين ترنب الانكي بلو ميديا يلكلي يو ول قبدا فقال الاعرابي ميري الست ميديا ابن فلان عمر علي شي ميديا لانكو انا كساي سنك نقدري لكرم انا هبلو لن كولرا يكدلي ها لا يريد كغبدا يو كغبدا قال مر عمر عبد الله بن عمر بلا ها فامر ابن عمر عبد الله بن عمر امره عالم وها اس له للعربيه امره بحمار باعضاء حمار دمركو سيوشي كان ابن عمر ب يستعقب اربياي يستريح كراحو سداي عليه على الحمار ونزع هو ابن عمر سيبي امامته وامامدي سان راسي مدي شي كسيبي امامدي مدن كيرنايتن افوري فاعضاء ابن عمر سيي عربي ياسي فقال بعض من دول بعض غودي ميرهنا لانكو ولن ديبانه هو ول ديبت كارغون كيل هادلا اسكو جروغدا فقال بعض من قف بعض شي ميكو غولاي كان هو من كهادي قدره معه مع ابن عمر الجري ما ينغري اما يكفيه أعرابي كان كم كفل نادل هاينة درهماني لما شلون كفل نادل هاينة ريمانا مركي هذا دمير رون سياسة هذا أمامنا كدراسة شهر بعد يقول يركو باك دعاء أنا لما ده درهم ليس كسيدي دسير ريمانا أنا أسمع كفلن يوبا قولي شيء شيء كيلو ده سكر هوب سيدي قولي شيء 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 عليه مانا شهر مقال هم إيه شهر مقال هوب السيد أني هم هين تيجا سبك لين لكن شهر بعد يوم أي بواها نبات تدي أسكوب بدن أقدا كيلو ده سكر يبقى عريري إيه هو كيلو ده سكر لا يصير لون كين ده عين لي مانا فقال ما يكو قولي قال النبي صلى الله عبد الله فقال ابن عمر ميري قال النبي نو ما يكو قولي صلى الله عليه وسلم احفظ حفظي ود أبيك صاحب أبيك أو كصاحب شيء حفظي لا تقطع انقويتي هو ود أبيك أو كصاحب شيء انقويتي فيود في الله إلهين الدميون نورك نورك الدمي رسول كري ساسكو دي غيري مانا كل نورك انت دم الله هاي هريري سلي مثلا مر عن ابن عمر
يا مرة أعرابي لنكر هرباد يا همري عن ابن عمر عبد الله يقول لي دكتور فيل عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه أن ابن دينار قال هو ابن دينار ما يقولي مرة أعرابي لنكر هرباد يا همري وهو ابن عمر نهال في سفر كجرو لنكر هرباد ميلا همري فكان أبو الأعرابي هرباد أوشيا صديقا وداي لهاي لعمر ابن الخطاب صدق وداي لهاي رضي الله تعالى عنه فقال الأعرابي أعرابي ما يقول يا أستاذ مهيدي ابن فلان عمر أريش مهيدي عبد الله بن عمر الله الله ألنك عمر مهيدي يا ساري قال ابن عمر ميري بلاها أنهانك آلي أهو اسمرك بفا أمر عبد الله بن عمر سي أمري لو للأعرابي أن أمري بحمار بإعضاء حمار دميركو إن اللي سي كان هو ابن عمر بها هذا يستعقب اسكير بياي أما يستريح ولك فصله يستعقب يستريح كراح يصلي عليه على الحمار ما نا ما يبغى لانك أو سفر كهدي بسهلاو غربوا هلاو نبغى ذيك سفره هلاو ولا لك درر أو لك درر أو بوب هلا درر شيء ولا أكو نقد كود جاس هذا ندمير ككراس ولا أكو كراح يصلي سدنا هلا يعنى كذا ساسا ولاين كل كن دمير كو أصلو سسار يني ديني شدرر أي أو مرمر كو كراح يصلي كندو كود جاي هلاو أكو نقد كراح يصلي دمير كيسي لغا ياي بالانكي ونزع هو ابن عمر سيبي امامه توامام دي سنسيبي ان راسي راسي عبد الله مديشي كسيبي فعد عبد الله بن عمر سيي عربيا على امامه توامام دي سيو وقال بعض من دول بعض غودي كان هو من كهدي معه مع ابن عمر عبد الله بن عمر ماشي هذه بعضكم اذا ميره اما يكفي مكفلنا هذا هي هي عربي كان درماني مكفلنا او لم درم مكفلنا اين ما انت نون سيديو فقال ابن عمر ميري قال النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي شي ما يكون قوله احفظ احفظ حفظي ود ابيك صاحب ابيك او كصاحب شي حفظي لا تقطع انت ادن غويتو هو ود ابيك او كصاحب شي غويكو غويتو فيدفي الله ريد فيدفي الله الهي ريد دميو فبسبب ذلك يدفي الله الهي دميو نورك نورك دميرت غويتو سيرو بس ادمي ولي أو يعني لانكا سريريا نور أو كلان هاي هو كل كن غرير كي أدك غويت نور دمي أو كلان أقداسو نور كي أو كا أدك يبك دالي نور كي أو كا لان لانك يريريا يريري دو نور كي نغني لفضاي هو بدك كي أو كا غويت باد غويت لان هي نور قبل لان لها نور صداي نور كي دمي أو كلان أقداس أدك كل كن سر رسول كن ديگي ساس دراد دي هريري عديد كنا ضعيف لك التلمامي هي يعني ساسو مثلا هي عبد الله بن دينار عبد الله بن صالح الضعيف والكتلمامي الحديث قال المؤلف رحمه الله وحدثنا عبد الله بن دينار كسلي اني سند كهو والكجرما يعني مس عبد الله بن صالح قولك ما دلن هبلو كران كلمارغ هين ليث واب امام كي وين ايبو عبد الله بن دينار امام عبد الله بن عمر كاس او عبد الله بن صالح كسلي والكجر كرمانا قال المؤلف رحمه الله وحدثنا عبد الله بن يزيد قال عبد الله ما يقول حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان مغاشي الولكوني وهن تأسي الوليد بن الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولكم ما يقول إن أبر البر بار نمتنك بار سن ميبوا أي يصل الرجل قفيني هريريو أهل ود أبيه أبي الرجل رجلك أو شيء صاحب شيء إهل شيء هريريو أو كلانك صاحب شيء هاي إهل شيء نذريرو أبوغا إيدتك كل إيدتك با أو تيد هريري جران أذريرو سبك هريريا دينك إسك هريريا قبلكم إسك هاني دينك إسك هريريا مه يعني نصبهان إسك هريريا قرابنا ما إسك هريريا سب إسك هريريا أدين هريدو لكوفدو نقول إيدتك أو كهريريا بارنما تاسكم يدو ان ابر البر بارنما تنك بار بدن بارنما بدن ما يبوا اي يصل الرجل وفي نهر يديو اهل ودي ابيه اهل صاحب ابيه ابي الرجل رجلك او شيء صاحب شيء اهل شيء نهر يديو حديث كن صحيح باب في قول الرجل باب في قول الرأي يعني لا تقضع من كان يصل اباك فيدفئ نورك نورك للدمي باب في قول النبي نبو قول شيء بابي صلى الله عليه وسلم أو كقولي لا تقطع انقوي توي هي سكو قولي باب في قول الرجل ليده رجل قول شيء بابي
وكغولي لا تقطع انغويتي من انغويتي كان هذا يصل هو منك اباك او كهريرياي انغويتي فيدفئ نورك نورك دمرت نورك كا ساسك دمرت ويلو ها ساسوا. قال المؤلف سند كفيري قال المؤلف عدى اخبرنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن لاحق قال ما يقول عبد الله قال اخبرني سعد بن عبادة الزرقي ان اباه ابا سعد سعد او شيء عبادة يقال عباد مير كنت انا هذه جالسا كفيري هذه في مسجد المدينة مدينة مسايد سيفيري مع عمرو بن عثمان بن عفان عمر بن عثمان بن عفان ما عشى يلا فدي أو تابعي إيه فمر بنا ونمه نمري عبد الله بن السلام يه نمري يعني متكئا هال إيكي دقيق سدو على ابن أخيه أخي عبد الله بن السلام عبد الله بن السلام ولا لشيء نك شيء نوسك ذو فنفذ مريها مودي عبد الله بن السلام أن مودي عن المجلس في دقن في ديني يبن مال مري نموذي ثم عضف اللابمي عليه على المجلس في دقي هدناك اللابمي فرجع نقضي عليهم على الجالسين الدكي ميل في دقنك نقضي فقال عبد الله بن سلام مري ما شئت عمر بن عثمان مرتين يساس قولي أو ثلاثة أنك قولي ما أنا إصنع سميوا فقال عبد الله بن سلام اصنع سمي ما شئت ولي فلاس عمرو بن عثمان يا عمرو بن عثمان عمر بن عثمان ولي فلاس سمي مرتين يا ساسري وثلاثا فوالذي يكدار ذي بعثه هو الذي كبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم بالحق هل حق ده نبي يكدار ذي انه ان الذي اخبر لك كانوا انا كين خبره لفي كتاب الله عز وجل كسونا ذيري مرتين لم تاق يساس قولي كان كين خبر فضاي إلهي كتاب شيء كسون هذه لا تقطع من وفن قويتوي كان هو من كهذا يصير أباك أو كهري رياية قويتوي فيضفأ للدمير بسبب ذلك قطع قويوك سبب شيء نورك نورك للدميرات سهري واي هاي من يرى بشر بن محمد يسند كبلاوي لم فيل لي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن لاحق سون ثقه واي قال ما يقول اخبرني سعد بن عباده سعد بن عباده يا ان خبري الزرقي غير زرقي للنسبه لم ثقه اخياره او المذكر مجهول او كلمة ما لكن ثقه لا يده ان اباه ابا سعد سعد كاس او شيء او عباده ايه يا قال عباد ما يقول كنت أنا هذه جالسا كيفني هذه في مسجد المدينة مدينة مسايد سيفني مع عمرو بن عثمان بن عفان عثمان بن عفان تابعي هرت صدر راجع لن صحابي يرون الجبت لكن صدر لن بذني تابعي له ما يبوا عثمان بن عفان لم كوري يا قبي عمر يو عمر لما داس عمر يو عمر عمر كان هدرو نبو عمر كلا نجري هيا فمر بنا ونميه نمري ونوبي سعيد كسدن فدين كنا جالسا في مسجد فدين يا فمر بنا ميه نمري عبد الله بن السلام يا نمري عبد الله بن السلام يعني ما يبواها عالمين الصحابتية كميد هاي أسأل شيء يهودان دلدي مركي دمها إسلامي صحابي جليل نقدي عبد الله بن السلام هو يلئه يمي لها مريو نقو ولا الشيء دلي قرب شيء هاي سدو وسلم كتبو يمي سعيد كي همري سعيد كسلم فدي يجيس كسكو قلي دتكن تفدي عن أرجي بعال مريس كمودي سو هذا فه يوم أنا هكر جور داو لغات ولك جيداو أريك ولا الشيء قرب شيء أسكن يوايل أي متكيا هال عبد الله بن سلام أسكو دايو على ابن أخي علي أخي عبد الله عبد الله بن سلام ولا الشيء نكشي أسكو قربو شيء أسكو داو فنفذ مودي عن المجلس مجلس ذات كيف ديان يا بال مريسكم مودي مركي قصة سيد يا حدنا ثم عضف هلابمي أيو عبد الله بن سلام هلابمي ينقى سرنا قدن عليه على هي هلابمي ها عليه على عبد الله ما كلابمي على ابن أخيه ثم عضف عليه
فرجع عليهم ثم عضف لابي لابمي عليه على ابن اخيه ليده ولا شيء نكشيك لابمي صدم قبص ذا كوريك سدي فرجع هدن نقدي تريدين لغو يقول شيء فرجع نقدي عليهم على الجالسين ثم عضف لابمي صدم قبص ذا كلابمي عليه على ابن اخيه قبص ذي فرجع نقدي عليهم على الجالسين تتكلم في دين غوري بالمرايس مودي فنفذ غي عن المجلس يا مودي ما هنا هلا بما هي كرسلون ما هي ميلك جار كلكم هذا ميرني أو أي ميل روجي ميل روج نيراني كنا جالسا كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان عثمان بن عفان أيو عبد الله بن السلام ددوايلين أصدقه ما يي صحابي سله هو ساساه تريد ولا غير ما يكواي عالم كن أو أنت مراه عبد الله بن السلام أو شيء لنهرير لهذه جرينو صابس لها إنه بوها وها ما يلفظاي لكن أصول ما ولا كرامة يلفظاي كرامة دي كواي كلكم حسوسي هاي كلكم لكن هو بعض ولا غير كرامة كفضاسي كرامة كوايت مر مر كوال حسوسي مثلا ولا هذا ما كداري ما ينصلا كوفدن كومدن أي سلة رمانا تيا كلكم كلاب مي مر كاسم أي لف قال ميري ما شيء تاري إسنا ما شيء تاو ولا فضاسي ما يدي فضاسي كرامة يتوي مانا سلي ولا سكواي سنيمي عدم الإكرام تاسك هذا يا هاي عدكم عدم الإكرام والاعتياض درجة لو الآن كان شيخ نروح أنتم راي وهاي له أو شيء قرن قصك هاي إنه صاحب أصل هاي إنه عالم صدق كي دين تانغال جماعة يين إنه كن أنتم سكو فدي ولا أقول لك إن ماذا أوكلن هاي عمر بن عثمان كمركز يا هاي كل ما اللي فضائك وفون أنتم راي أو شيء لان كل قرن هاي ساس صاحب جليل كه عالم عبد الله بن سلام عالم هاي بوها أنصر مومكو كراميو يلا فضاي تياك أيضا يهاي كلهم ولي فضاس سميري كله ولي فضاس سمي إن هش ميتوي هو فضاس لكن ولكن شيء غيري مانا حديثة كين شيء هو فضاس ولي فضاس أدريت سمي فقال مرة إسنا ما شيت ولي فضاس سمي عمرو بن عثمان يا عمرو بن عثمان ده تكلم يلف ديان ما فضاس كان لي عمر بن عثمان أو كأي أن ولا هستمرني ولا أجيا قيمك ومذناي شرفك ومذناي ولي فضاس سمي اسكو في ديري هو فضاس مرتين لم توكس أسري أو ثلاثا فوالله الذي كنار ذي بعثه هو الذي بيه محمد صلى الله عليه وسلم بي ملتوي سنهال بالحق كداني بيه كنار ذي إنه إن الذي أخبر أنا خبره لك كين خبره ولكن شيخ فضاي ولا أنا كين شيخه كائن هذا إلا في كتاب الله إلهي كتاب شيخ هذه عز وجل إلهي كتاب شيخ هذه مرتين قال مرتين لم توقي ساسبه هي كتاب الله هي هاي ثم أنا القرآن كدم لغن الجديا كتاب الله هي توراة ده لغن الجديم إلا أن توراة هي إنجيل والنسخ جدالنا نسخ ما كلام الله هي يون صدق القرآن كلاه كلام الله إنجي توراة إنجيل إيو كتب تلنا نسخي كلام الله هي سدو معنا كلام الله القرآن الكريم كه إيو كتب تهورة توراة إنجيل يون كلام الله هي والنسخ لكن إيو يعني حديث القدسي سديدس بكلام الله كلكم ما يبوا إنه إن الذي أخبر لك كان أنا كين شاق فضاي لا في كتاب الله عز وجل كسوني توره ذاري لأن عالم يهودا يسوع توره ذاك سايق ده مرتين قال مرتين لم توكس أسرى ما رأي لا تقدا أنجويتوي ما أنجويتوي كان هذا يصير هو من كهريري وأباكو أو كلن كهريري جري أذن أنجويتوي خوب غويت من غداس فتدفع للدميو بسبب ذلك القطع غويوك او كلن كاري ريا اذ غويت السبب شل الدميو نورك نورك لدميريت نورك دوما دميري ولا نكين شيغان كتاب الله يريد هذا صفه داس ولا يريد ان جي مويتوي ان شرفت هو فداس هذيك يال انا غورتو كين شيغ يري معنا اسكو مودي ريت معنا تسي هاي لان كي هو ادابي والبلن لا ان مر مركو قفل تسي انا ما شيخه ما هاينه mega sin wala waaxii islaasi leer oo dhan dhimele maana ugda lutuleen isku dhawayo ugdaad silin roog lutuleen isku dhawayo maana kolkum ay go gofkan oo adoo ibn atta mugde tawalban ka saana intaas wala ka baray jiray mismee muallimkiiga quraanka intaana ka baray walaa yar oo madag taag dad reed baalis isku dhawshood garabka ku dhawsha hoblka xusuusi bin abtu masalan wala fadha samayl kermana kulleen intaas wala kiilaha lanka dowlba ma barne bus aa ka hariir lahayn ilay aw ka hariir lahayn isku dhaaf adii baariir lahayn halka shal tabaa imaana
أنا ذي بهرير لهايني نقول لها كورس داي بايتي أنت يوم كتبت ولا كير كور ولا كير كور حديثنا صحيح باب في قوله الود يتوارث يتوارث باب في قوله قول النبي نبو قول شيء باب صلى الله عليه وسلم كل كن حد فيري ما يراني هوري ترجمة باب في قول الرجل يرنقد قول الرجل لا تقطع من كان يسير تيهم باب في قوله قول النبي نبو قول شيء باب الود جيلا يتوارث والشلطه عليه والعداوه يتوارث لوين جيلنتن ولا شلطه عليه لانكي اوك جيلي ابوغا ددكين جيلدي جيرين ادين ميو اوك بكين غشيكو اي بلا وساس لهاد جيلنتا ادين جيلداس لانكي اوك يوغا ددكاس بو اداو كو دحاي جرتين ولكن شيغادين اداودي درر سليمانا اسمع تي يلكو ادراي باب في قولي قولي النبي نبو قول شيء بابي صلى الله عليه وسلم الود جيلان يتوارث والشل دحله قولي حدثنا بشر بن محمد قال بشر ميكو قولي أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن ضلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل كاس ميكو قولي آهي عن رجل من أصحابي آهي كفيتك هذا كان كيفلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول كنكو قوله إن الود جيلا يتوارث والشلطة عليه كقولي تاسا كيفلا هدي أهان هل كاسا ديسا كيفلا غير مانا هديث هدي أكين شيئي رسول كقول شيء كان أبا كيفلا غير مانا أسألتك دات شيء فيلين لهان كل شو محمد بن فلان كاسا ولا غير مجهول الحال لك تلمامه محمد بن فلان بن طلحة مجهول كلامي لنجيب يا مجهول الحال اي مجهول الان يلره هذا محمد بن فلان بل ليه هرت انت اسم الكجاهل بنانك يا محمد بن فلان بن طلحة لي لكن حالي دي سلك جاهل لانكو مغاش لي شيغ مجهول الان يا مال اراو مغاش بل شيغ لا مجهول الحال لره لكن هدي لانك دم مغاش لي شيغنان مركز مجهول رجل اي فلان ليل ارون مركز ما نغده مجهول الحال مجهول الان نغده حد محمد بور هو مجهول الان ما مجهول الحال عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم واي ابو شيء لنتير انت عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل يكوري رجل كاس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبغى سارتي سوميده تنوال مدي باسل مجهول نمد عن رجل من أصحاب النبي نبغى سابتس كمي ذلك رجل حفظ الرسول كسابتس معها وجهالة الصحابي لا تضرهم لأن صحابي لك جاهل هذا المدباس لأن الصحابة كلهم عدولهم أصابت كل شيء عادلين لكن سنة كدي قال فذي مجهول نمذ ليت نبلا هذا فذي ما مجهول أو في المتن يا والمدباس هرت من أصحاب النبي ما لدير نبغى سابتس ما قال ما الله مترك جرن كلكم مترك إلا ما يبوا صحابي كو بالله وده انت جرت انت جدال جرتون فلان وفلان انت ايه ما يلي راي ها مت سند يلي راي متنغن عن ابي هريره انت قبل لاوت متني قال لكم كلكم وجهاله يعني ما يلي راي جهاله في المتن والمدبا سوريت قال الرجل كي ميري كيف يتك هذا تنك كافيا سدي اهان انا كين شيغو كيفلن ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول كي نيري ان الود قال بعد الشيء إن تدياس الفتية والأصل ويالك قسبني إن الود جيلا يتوارث والشلطة عليه جيلا ت توارث كمانها أو يعني هل كلك ينشيغاه هل كلك سايم يد وبيش اللي شلطة عليه ما على الشلطة عليه ما لن لجيد مجاز وتوارث المجاز لره لحل أو مجازه معناه إس جيلا ليه ولا يرثها الأبناء عن الآباء يلره أولاديا جعلك صدها لايان أو تاك دها لايان أو تاديا إن شيغان إبلو هرير كسنين داي صدها هذا جرني سايس كاريريان دين اس كاريريان الدنيا كلا اس كاريريان ولا لره أذين اللان كي سوغا يسي جيلة داس والعداوة تنو يتوارث يان ملك جرت والعداوة تنو يتوارث أذو نمن والشرد لها له dad ka suuli gaana ola no dhahay jiray saada jarni wablo kar adin olki ka galeelay maana garnan baad garnin
جيلا بعد جيل ولا شال دحليو محبدي قرنكو قرن جيلكو جيل ولا دحليو حديث لكن سنتشي ضعيف لان كاس مجول الان مجول الحال اياك جريري ضعيف هو باب هذا كان باب في قول الصحابي صحابي قول شيء ينبابي لا يسمي الرجل رجل ممغ أباه أو شيء ممغ دواه ولا يجلس الرجل مفدى ذو قبله قبل الأبي أو كورتيز مفدى ذو ولا يمشي الرجل رجل مصوع ذو أمامه أمام الأبي أو شيء كورتيز مدرى ركو قولي ينبابي باب في قول الصحابي صحابي قول شيء ينبابي لا يسمي هو رجل لا يسمي الرجل رجل ممغ دواه أباه أو شيء أو هبله أو شيء مراه هذا هبله هبلي ميراو او شي جماعه شرينا غاسمان اسونمو او كاين هبلو ارت مبنا هو ولا يجلس الرجل رجل مفدى ذو قبله قبل الابي او شي هرتيس غوغل مفدى ذو او كفدى ذو ملكاس بعد فدو كرامه او كوين شرف ولا يمشي الرجل رجل مصعد امامه وامام الرجل رجل هرتيس من دريراو قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أو عن غيره غير الأبي كوري أن أبا هريرة أبصره أبو هريرة رجلين لم رجل أرغي علمك أبي هريرة لم قف دريرين أرغي فقال أبو هريرة لأحدهما لم يكن شومين أري ما هذا منك كان ميكين أي ما هذا ما قرابة هذا كان قرابة اسمي هاتي منك قرابة كين أي ولكن أنت أسكول هريرة فقال الرجل ميري فقال الأحد حد كساس دنغري ميري أبي هذا أبي أو كيبو أنك أن يسدرن أو كيبو فقال أبو هريرة ميري لا تسمي مغ أوتي أبيك أو كبسمي مغايشنك مغ أوتي هبلو نرتي ولا تمشي انصعتي أمامه أمام أبيك أو كهرتزن دررتي ولا تجلس انفدأتي قبله قبل أبيك أو كهرتزن انفدأتي إلا أن ملك وفده كراميلك وفده نذاك قيمه يتشرف تلك وفده معنا سل در دارميو هاي أن أبا هريرة أن أبا هريرة تو أبصر أبو هريرة أرجعي ما يري سنتك ما يكمل لاوي هشام من عروة دت كيو بينين ليو عن أبيه أو شيء عروة لي بدنا كوريه أو عن غيره هشام هو بلارك بدنا أو شيء عروة كوريه عن أبيه هو بلارك عروة نقدي أو غيره هدي لرانه غيره تاس لبشر الله هايتي غير كأي مغاشي غير كأنكسان يلا رفضي لكن عندن تمين يال إشام من عروة عن أبيه بني فلم أو غيري كوري بدنا هنون ليل ميل كوري أو شيء لبول كوري أو غيري غيري أبي كوري أن أبا هريرة توا أبصر أبو هريرة رجلين لم رجل أرغي إذا دره رأي أرغي لما دونقوا فمن إسرائيل كل لكيابي ني أو أنو غور دره رأي ساد هذا الكنغي وادي قبل كجرتين ويلو كجرتين ده kalkii nii hono goor dareeray markaas onogi yari langwiinagi nireeda dareeray onogi noora dareeray shakiirid ma islaamada qof ayna dalay ayna la dhaliya isari warsadi bukulku faqala abu hurayra li hadi maalmadii kooshamay ngaray ma hada ma qarabatu hada wari kan qarabidis may haati minka adanta ki rugd lankan taas ku deerasan faqala la hadu meere abi hada abi aw kaybu faqala abu hurayra meere la to samin maga awtay هي أبيك أو كبسمه اسم أبيك وهي بلاو أنغرت يا أوكاو أوكاو إيو ولد كيو إيو لا يماهينا هي بلاو أنغرت يو ولا تمشي إن صعتي أمامه وأمام أبيك أو كورتيز من درايرتي آهي إنه معروف والبراني أن رجابة ده لتبى لري معنا ولد كورتيز لدرن أن رجابة ده لتبى لبلغري لانكوين لانكوين كورتيز جاي كيو مجا بديل روجيو تاس هرنت في لايتي معنا هدلو تري لسلوه معنا ولا تمشي ان دررتي امامه باديثو قفكو روغدو هو بعد بالقادس اي او هي ولا كورنا يا يلري ولا نسيغ ادب بلاو مانا ادبت جيك يور ميلك باغا هيت ولا وير ولمد ولنس كودي ديغان كامل فلاين انت كوما ان كون لديغا هي مان عمل فال مليريت دكاس ماي ولير كولاي ديغان المغ يراي يعني واكي ولمد سو يرايتي ولنس كومر كو ديين سي هانغا داين سنت كمودين مانا انتن ماي بوكو مان كون ايرين تمرا سهلين كون مكمل فلاس مانا ولا تمشي ولا تجلس فديتي قبله قبل ابيك او كورتسو حديث ماي نك يرغ هاي موقوف ما موقوف واي وان ولا حد صحابي اركو روتان لا مجال في راي ولا رايو حكم المرفوع راو ماي موقوف واي ميلم باني اكراما بيبيك او ككرامي تو هشميت حديثنا صحيح باب هل هي يكني هو الشخص ان كوني ويلي اباه او شي كوني ان كويري
أو كوني دي سنكو يري كورتي ما بيناو. قال المؤلف رحمه الله وحدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى عن أبي هاي ملنتان أفيري أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة لانكو يونس بن يحيى بن يا بن نباتة ما عن ينجري مانا أنت أسألك رأي بالفضائي يونس بن يحيى بن نباتة ما ساسو مانا أنت كرأي أنت مرمر بي بن ابن تيهاي تي ألف كيا أنك بدري أخبرني يونس بن يحيى لنكاسوي لنفال للأو يونس كي يونس بن يحيى وأنا صدوق هواي ابن نباتة عن عبد الله بن موهب عبد الله بن موهب مجهول يلكتل مامي عن شاري بن عوشب شهر الدود بضن بك جردين همودني شهر بن حوشب ضعيف فيه كذا والبضن كشاك ملك الدم بهدي لفيرين سكفي لي كذا لري قال شهر بن حوشب ميري خرجنا باني مع ابن عمر عبد الله بن عمر ماشي لبني فقال سالم سالم ميري له لابن عمر سالم ولو جيا عبد الله بن عمر اريشيو عالم كي من فقايس ابو المدينه كم اذا فقال سالم له لابن عمر بين غري او شيء لا هذا هاي الصلاه هي صلاتك يا ابا عبد الرحمن غري أي كجد أو شيء لرا عبد الله بن عمر كنيد اسمه لرا أبي عبد الرحمن ما هينه الصلاة أحضر الصلاة دكوي أو ميل يعرف هذه يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن غري أبا عبد الرحمن هو صلاة دكوي أو كأكونين كويرتي دم الله والمدي فاصل لي كنيد شرف لي فائدة يسمعنا يا نم فائدة يس بعدنا وفقاب كني ولا سوي لي مقال لك بعد ذه يا أبا عبد الرحمن كل كن دم الله ما أنا ألم قين كيكال كين كويرا يا أبا عبد الرحمن ونوكي كادن كجيري تكين كوين الى كاسو سياي حدول ايها نيم شانا سو كوني دا لنسكوه لهم مقاقا لدي دي لنسكوه لهم ضعيفة ديت كان السنة سياي ليجلي عبد الله كاس در تاد عبيد الله ميا اهي عبيد الله بن اموه بالله الله مجهول الحال مجهول اه مجهول الحال مجهول هو لكين كريب انت سي اوكر عبيد الله مقاقا ورتم اللي شيقاه ورت مجهول اهي ما ورت مجهول الحال لهم ماما ضعيف قال أبو عبد الله ميكو قول يعني البخاري حدثنا أصحابنا ني شيكو ين عن وكين عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ابن عمر ميري لكن أبو حفصين عمر أه قال حكمي سري صحي ويكرم سند كسون قال أبو عبد الله يعني البخاري وأبو بمام البخاري ميري حدثنا أصحابنا أصحابنا ني شيكو ين عن وكين أكو شيكو ين عن سفيان عن عبد الله بن دينار سند كمري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر عبد الله بن عمر ما يكون قولي لكن ابو حفص ابو حفص عمر ايه قال لا صح حكمي ما انا هذا الدود اي خلافي ولا جري دادا مرماين الدودين سل حكمي اسدو اسدو وغراين مركاس هذا الكي لكن وقت هذا الملك بلا ودا لكن سدي ولوكي حرف سيدرا قال له هذا الهر انتبي يل ود ما ان هذا النفط هو هذا البلا لكن الملك بلا سدي 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 ها لكن ولا را كلكن لكن تولا كهري هذا كهري هذا كمال نيشان هذا ولا كابي ملون فضائل كساسة أبو حفص أي هذا الهيد عبد الله بن عمر ما أو شيء كوني ديس شيء هاي لكن أبو حفص عمر إيه قال لا صحب سين حكمي ذن لكن أو كي أو أبو حفص كوني ديس تو عمر إيه صح حكمي سلوي ما أنا دو دهور لان جرتية هذا القبس دي مركز أبو حفص اللي وانا أو شيء لكن أبي عمر ميل يرفضي أو كي عمر إمير فدي أبو حفص يكون يدي أو شيء يكون يدي سشيء لكن أبو حفص عمر إيه قال لا أباه حكمي صح حكمي سلي والمن يبغى يكون يشهد دمانا كون يدي صرف ليتو سياسي عديت كنا صحيح واي والله أعلم السواب.